الإرهاب يضرب مجددا في محافظة أبين، هذه المرة استهدف هجوم لعناصر من تنظيم القاعدة حملة أمنية كانت في طريقها لمداهمة وكر للتنظيم في منطقة موجان النائية بين مديريتي أحور وشقرى الساحلية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من أفراد الأمن. وخلال الأسابيع الماضية تعرضت مواقع ونقاط وتحركات لدوريات أمنية وعسكرية في المحافظة وخاصة في مديرية لودر لهجمات إرهابية عدة. تلك الهجمات حاول خلالها التنظيم التموضع في مناطق استراتيجية بريف المحافظة. هجمات القاعدة الأخيرة في أبين تثير الكثير من المخاوف من تكرار سيناريو العودة للواجهة كما حدث لأكثر من مرة خلال الخمسة الأعوام الماضية. ورغم الجهود التي تبذلها السلطات في أبين إلا أن اختراقات التنظيم وهجماته مستمرة في التصاعد، وكانت قد شنت قوات الجيش والأمن عملية عسكرية واسعة في أغسطس الماضي تمكنت خلالها من استعادة أهم المناطق من قبضة التنظيم خاصة مدينتي جعار وزنجبار في أبين.